توصل لحضرتك سنة. كل سنة طيب حضرتك. كل عام وانتم بخير. الشعب السوري ماذا يريد منا وماذا سنقدم للشعب السوري؟ الشعب السوري الشقيق هو شعب مناضل طول حياته، ونحن ننتظر منه الكثير في دفاع عن حريته. وأنا بقول لهم صبرا ألا ياسر، وإن الحرية لها ثمن، وإن إحنا كلنا كشعوب عربية بندفع ثمن حكامنا المستبدين، ثمن الحكام المتغطرسين. إن شاء الله ربنا حينصر الثورة في سوريا، وحتنتصر وحينتصر السوريون جميعا على هذا القاتل بشار الأسد القاتل الذي ليس له من اسمه أي نصيب، فهو ليس ببشار وليس بأسد. هل حضرتك طبعا من شباب الثورة، هل حضرتك في أليات معينة كشباب ثورة مصر مساندة للشعب السوري؟ ده احنا بنساندهم، يعني أنا مش عايز أقول مش يعني احنا طبعا مشغولين في مصر، وانت عارف حالة مصر الآن، والثورة يعني في مصر بتعاني معاناة شديدة الآن نظرا لـ30 سنة تراكم استبداد وقمع، لكن مساندتنا المعنوية ووقوفنا إلى جانبهم معنويا، وإحنا مع الشعب السوري، والشعب السوري ده هو شقيق لشعب مصر، ولن ننسى أبدا لن ننسى أبدا أيام الوحدة بين مصر وسوريا. سوريا هي البعد المصري، ومصر هي البعد السوري، وإن شاء الله حتنتصر إرادة الشعوب. يوجد بعض الدول الشقيقة طرد السفير السوري، فهل مصر أقل من أنا ذلك؟ أنا أطالب بطرد السفير السوري وقطع حتى العلاقات الدبلوماسية مع هذا النظام، لأن هذا النظام لا يمكن أبدا أن نكون بيننا وبينه أي تمثيل دبلوماسي أو بيننا وبينه أي تبادل، لأن نظام قاتل. كيف نضع يدنا في يد نظام القتل؟ مش عايز اعطلك على الصلاه. شكرا.